آدم عليه السلام نهي عن شجرة مرت معنا في حديثنا عن الشجر، وأن العلماء اختلفوا فيها، لكن إبليس لما جاء لآدم عليه السلام ذكر الله ذلك في عدة مواضع، من ذلكم موضعان. موضع قال ربنا في سورة طه، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقال جل وعلا في الأعراف ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. نلحظ الاختلاف بين الآيتين في اللفظ في الصياغة، فيظهر قال أهل العلم أن إبليس لما جاء للأبوين أول الأمر لم يبين لهما نهي الله عن الشجرة، وإنما استدرجهما بالحديث، وهذا يدل عليه قول الله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كأن الخطاب لمن؟ لآدم، فكأنه وجد من لدن آدم إصغاء وميلا، ولهذا قال الله عز وجل عن أبينا آدم عليه السلام ولم نجد له عزما، فقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فليس أحد يا أخي يدعوك اليوم إلى معصية يمكن في أول أمره أن يفرضها عليك فرضا، لكنك إذا مشيت معه خطوات يصعب عليك بعد ذلك أن ترجع، فيستقوي عليك بما مضى من أيام، بما مضى من أحداث، بما مضى من وقائع. فلما وجد ميلا وإصغاء منهما عليهما السلام قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. والقضية التي من أجلها صون العبارة قوله لآدم هل أدلك على شجرة الخلد، إذن كأن الله عز وجل فطرنا بني آدم ونحن تبع لأبينا على أن الإنسان يحب ماذا؟ يحب الخلود، لأن الخلود معناه ألا يعتري ما عندك شيء من الفساد، ألا يعتري ما عندك شيء من الفساد فينغصه عليك ويذهبه من لدنك. ظاهر هذا مدخل